انا وعدت السيد الوالي لقيت امر المدير التجهيزات في الولايه انه يقوم باحصاء هذه الاحياء اللي كيما صح. الهدف نتاعي انه جوا 2024 ما نزيدش نشوف المناطق انه ننتهي من لي زاميناجمون. لكن كاين عمل في لاسينيسمو نخدمو، لكن كاين عمل تاع التيو تاع المنعقبو توت. يعني اي مبلغ مالي راح يطلبوا السيد الوالي والاطراف المدير راح يكون متوفر ان شاء الله. في الزياره هذه راهي كاينه 2.7 مليار دينار جزائري، يعني 2700 مليار سنتيم راح تبلغ للولايه ديستيني الاحياء بارك الله فيك. التجزئه الاجتماعيه بارك الله فيك. بديت امر انه كل التجزئات الاجتماعيه اللي موجوده في ولايه بني عباس ما يشغل حي الزيتون، يعني اللي موجوده في بني عباس كلها لازم نوصل انه نخلص لي زاميناج صح. ما يشمل ممكن انه ونهضر يعني بقناعه، مانيش ندير معاك في السياسه يعني نهضر بقناعه من القلب بارك الله. ما نقدرش نقبل في 23 في سنه 23 صح الحاله كيما جو بو با لاكسي. لهذا في سنه 3 في فلاني 2023 يا 1 مليار دو دينار الحمد لله في سنه 23 بلغناه وحطوا لي زونتربريز وخلصوا الاجراءات الاداريه وحطوا لي زونتربريز وبداوا يخدموا في 23 صح. يعني تبشر بخير، يعني الناس راهي تعمل في الادارات. بقات مبلغ واحد اخر راح نزيد نبلغوه اليوم باش نوصل النتيجه انه في جوار 24 ما نزيدوش نشوف هذا المبلغ.